كريم شحات في حوار مع كورة: الزمالك أكبر من بن شرقي وأستغرب ضم عاشور للمنتخب. أكد كريم حسن شحاتة المدرب الرياضي لنادي البنك الأهلي أن استبعاد طارق حامد وأحمد سيد زيزو ثنائي الزمالك من قائمة منتخب مصر يمثل لغزا كبيرا له. وتحدث الإعلامي بقناة الحياة في حوار خاص لكورة حول مباراة القمة أمس والتي خسرها الزمالك أمام غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة 5-3، وجاء نص الحوار كالتالي: كيف ترى نتيجة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي؟ المباراة بدأت بسيطرة من جانب الزمالك في الربع ساعة الأولى، وقدم اللاعبون مستوى فني جيد، لكن المباراة تغيرت تماما بعد تسجيل هدف الأهلي الأول والذي كان موفقا فيه بدرجة كبيرة. ما سبب انهيار الزمالك رغم البداية الجيدة؟ أرى أن ركلة جزاء علي معلول والتي سجل منها الهدف الأهلي الثاني بمثابة نقطة تحول في المباراة، حيث أثرت كثيرا عن معنويات لاعبي الزمالك ومنحت الثقة للاعبي الأهلي في السيطرة على مجريات الأمور وإنهاء الشوط الأول متقدما بثلاث أهداف. وكيف ترى عودة اللاعبين في الشوط الثاني؟ لاعبو الزمالك حاولوا العودة ونجحوا في تسجيل الهدف الأول، ولكن هدف الرابع ومن بعده ركلة الجزاء الثانية أثرت كثيرا عليهم، لكنني أرى أن انتهاء المباراة بنتيجة 5-3 أفضل كثيرا للاعبي الأبيض بدلا من خسارة بفارق كبير. الأخطاء كارثية في إدارته لمباراة القمة. بالفعل وقع في بعض الأخطاء الفنية، ويأتي على رأسها الدفع بعمر سعيد كمهاجم صريح بدلا من مشاركة سيف الدين جزيري الذي يجب التحرك في دفاعات الأهلي في ظل عدم قدرة لاعب الزمالك على لعب كرة القدم الطويلة والتي يجدها بدر بانون.